شرف كبير لي أن أكون معكم في برنامج أكشن مع وليد. بداية ما ساعدني على الاستمرار في دوري MBS هو قيمة القائمين على نادي ضمك وجمهور وأهالي المنطقة الذين عاملوني بكل احترام، وظهوري بمستوى جيد أيضا ساعدني على الاستمرار والتأقلم. قبل قدومي للسعودية سمعت أن الدوري السعودي قوي بوجود نجوم عالميين، وعندما وصلت مع أجوان كلاعب الشباب السابق والذي أثنى على مسابقة الدوري وجودة الحياة في السعودية، وهذا ما أعطاني الطمأنينة والثقة. وبعدها وجدت أن الوضع هنا أكثر متعة والدوري أقوى مما تصورت، وبه كثير من اللاعبين المميزين كسعوديين وأجانب. مؤخرا الجميع تحدث أن الدوري الصيني هو الأقوى آسيويا، ولكن الواضح والمؤكد أن الدوري السعودي سحب البساط وأصبح هو الأقوى آسيويا من كل النواحي، وبالتأكيد دوري MBS هو الأقوى عربيا وفي الشرق الأوسط. الفريق الذي أتفائل بالتسجيل في شباكه هو النادي الأهلي، وحظي سعيد أمام الأهلي. في أول ثلاث مباريات لي أمامهم سجلت هدفين في كل مباراة أمام الأهلي. طبعا كان تكلم مع زلايا، تكلم وليد الخضير عن موضوع دفاع الاتحاد وكيف كان وضع دفاع الاتحاد في الموسم الماضي. Y siempre con Itihad fueron partidos muy duros. اعتقد ان دفاع الاتحاد صعب جدا في الموسم الماضي، وهذا الموسم دفاع النصر تحسن واصبح اكثر قوه، وعندما تلعب امام الهلال يكون تحدي شخصي لاي لاعب ان يسجل امام فريق لديه الاستحواذ الاكبر بين فرق الدوري. Y siempre lo he dicho, el jugador que más me gusta de Saudita es el número 7 del Hilal. أكثر لاعب سعودي يمتلك مهارات هو سالم الدوسري، وكذلك سلمان الفرج لاعب مميز، هؤلاء يمكنهم الاحتراف خارجيا. باشا يلعب كرة عرضية تاليسكا. تاليسكا por mucho tiene potencial. أعتقد أن اللاعب الأكثر إمكانيات ومهارة في الدوري السعودي لهذا الموسم هو تاليسكا لاعب النصر. El mejor técnico. أفضل مدرب في وجهة نظري هو مدرب الفتح فيريرا. Sí, es difícil, creo que. سؤالك صعب، ومن الصعب أن أختار فريق ألعب معه في الدوري السعودي، ولكن الخمسة الكبار من الرائع اللعب معهم، ولكن عمل السن يصعب من تمثيلي لهم، وتمنيت أنني مثلت أحدهم. Creo que la más pasional que he sentido hasta ahora es la de Itihad. الجماهير الأكثر تفاعلية وحماس هم جماهير الاتحاد. A mí me gusta mucho. في منطقتي أكلتي المفضلة هي الفتة العسيرية، وفي جدة والرياض تعجبني عريكة الكاجو. في بداية قدومي كان من الصعب استخدام يدي في الأكل، ولكن الآن أصبحت متعودا وأنا أحترم العادات السعودية وأتقبلها، والآن أصبح لدي صداقات مع كثير من السعوديين. أعتقد أن لقب الدوري هذا الموسم سيكون بين الهلال والنصر، فالنصر بدأ بطريقة هجومية ضاربة، والهلال ما زال لم تثبت منهجيته، ولكن مع الوقت سيكون منافس شرس، والدوري سيكون بين الهلال والنصر.